عباد الله، قلب رحيم وصدر حنون، يحب وإن لم يحب، يحنو وإن أغلظ عليه، لا يجازي بالسيئة السيئة. لم أصفه بعد أيها الأخيار، إنه المخلوق الذي قدم وضحى ولم يزل. كم حزن لتفرح، كم جاع لتشبع، كم بكى لتضحك، كم سهر لتنام، تحمل الصعاب في سبيل راحتك. إذا فرحت فرح، وإن حزنت حزن، إذا داهمك الهم فحياته في غم، أمله أن تحيا سعيدا راضيا مرضيا، مناه أن يرفرف السرور في سمائك. إنه المخلوق الضعيف الذي يعطي ولا يطلب أجرا، يبذل ولا يأمل شكرا. أظنكم عرفتموه، إنها الأم وكفى رمز الحنان. تأمل يا رعاك الله، تأمل حال صغرك، تذكر ضعف طفولتك، فقد حملتك أمك في بطنها 9 أشهر وهنا على وهن، حملتك كرها ووضعتك كرها، تزيدها بنموك ضعفا وتحملها فوق طاقتها عناء، وهي ضعيفة الجسم واهنة القوى، وعند الوضع رأت الموت بعينها زفرات وأنين، غصص وآلام، ولكنها تتصبر وتتصبر. وعندما أبصرتك بجنبها وضمتك إلى صدرها واستنشقت ريحك وتحسست أنفاسك تتردد، نسيت آلامها وتناست أوجاعها، رأتك فعلقت فيك آمالها، ورأت فيك بهجة الحياة وزينتها، ثم انصرفت إلى خدمتك ليلها ونهارها، تغذيك بصحتها، تنميك بهزالها، تقويك بضعفها، فطعامك ضرعها، وبيتك حجرها، ومركبك يداها، تحيطك وترعاك، تجوع لتشبع أنت، تسهر لتنام، فهي بك رحيمة وعليك شفيقة. إن غابت عنك دعوتها، إن أعرضت عنك ناجيتها، إذا أصابك مكروه استغثت بها، تحسب الخير كله عندها، تظن الشر لا يصل إليك إذا ضمتك إلى صدرها أو لاحظتك بعينها، تخاف عليك رقة النسيم وطنين الذباب، تؤثرك على نفسها بالغذاء والراحة. فلما تم فصالك في 2 عامين وبدأت بالمشي، أخذت تحيطك بعينها وتتبعك نظراتها، وتسعى وراءك خوفا عليك، ثم كبرت فكبر جهانك، وأخذت منك السنين، فأخذ منها الشوق والحنين. صورتك أبهى عندها من البدر إذا استتم، صوتك أجمل على مسامعها من تغريد البلابل وغناء الأطيار، ريحك أروع عندها من الأطياب والأزهار، سعادتك أغلى من الدنيا ولو سيقت إليها بحذافيرها. يرخص عندها كل شيء في سبيل راحتك، حتى ترخص عندها نفسها التي بين جنبيها، فتؤثر الموت لتعيش أنت سالما معافى. إنها الأم يا من تريد النجاة، إلزم رجليها فثم الجنة. قال ابن عمر رضي الله عنهما لرجل: أتخاف النار أن تدخلها وتحب الجنة أن تدخلها؟ قال: نعم. قال: بر أمك، فوالله لئن ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة،
ما اجتنبت الموجبات يعني الموبقات. عباد الله، إن البر دأب الصالحين وسيرة العارفين. أراد ابن الحسن التميمي قتل عقرب فدخلت في جحر، فأدخل أصبعه خلفها فلدغت، فقيل له في ذلك قال: خفت أن تخرج فتجيء إلى أمي فتلدغها. زين العابدين كان أبر الناس بأمه، وكان لا يأكل معها في صحفة واحدة، فقيل له: إنك أبر الناس ولسنا نراك تأكل معها في صحفة واحدة. فقال: أخاف أن تسبق يدي إلى ما سبقت إليه عينها فأكون قد عققتها. ولقد مضى بين أيدينا أقوام لا يعلو أحدهم بيته وأمه أسفله. إنها الجنة، إنها الجنة يا طالب الجنة، إلزم قدميها فثم الجنة. رأى ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يمانيا يطوف بالبيت وقد حمل أمه وراءه على ظهره، يقول: حملتها أكثر مما حملتني، فهل ترى جازيتها يا ابن عمر؟ قال ابن عمر: لا، ولا بزفرة واحدة. ليس هذا فحسب، بل برها مكفر للكبائر. قال الإمام أحمد: بر الوالدين كفارة الكبائر. سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل قتل امرأته ما توبته؟ قال: إن كان له أبوان فليبرهما ما داما حيين، فلعل الله أن يتجاوز عنه. وقد جاء عنه مثل ذلك في توبة من تعلم السحر. معاشر المؤمنين، كم من ساعات قضى فيها المسلم للوالدين حاجات، غفر الله عز وجل بهما الذنوب والزلات، وأخرج بها الهموم منه والكربات. كم ولد بار أو فتاة بارة قاما من عند والديهما بعد سلام أو طيب كلام أو هدية متواضعة، وقد فتحت لهما أبواب السماء بدعوات مستجابات لهما من والديهما الضعيفين الكبيرين. فاتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله في الوالدين، سيما إذا بلغ من الكبر والسن ما بلغ، ووهن العظم منهما واشتعل الرأس شيبا. إذا بلغت بهما الحال ما بلغت، وأصبحا ينظران إليك نظر الذي ينتظر لقمة هنية أو أعطية جزية. عباد الله، إن حق الأم على الولد عظيم وشأنها كبير، فلا يدعها باسمها، بل نادها بما تحب من اسم أو كنية. لا تجلس قبلها، لا تمشي أمامها، قابلها بوجه طلق، قبل رأسها، إلثم يديها. إذا نصحتها فبالمعروف من دون إساءة، أجب دعوتها إذا دعتك من دون ضجر أو كراهية، تكلم معها بلين، أطعمها إذا جاعت أو اشتهت شيئا، أهدها قبل أن تسأل شيئا، تحسس ما تحب فاجلبه لها، كن خادمها المطيع، أطعمها في غير معصية، لا تسبقها بأكل أو شرب، أبهجها بالدعاء لها آناء الليل وأطراف النهار بالرحمة والمغفرة، غض الطرف عن أخطائها وزلاتها، لا تتأسف أو تحدث أحداً عن سبيل الشكاية أو النكاية، وقرها، احترمها، لا تتكبر عليها، فقد كنت في أحشائها وبين يديها، أدخل السرور عليها، صاحبها بالمعروف، أطلب الدعاء منها، فلها تفتح أبواب السماء. عباد الله، اللهم أعنا على بر والدينا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعنا على برهما وأرضهما عنا يا رب العالمين. اللهم من كان من والدينا حيا، اللهم فأطل عمره على عمل صالح، واختم له بخاتمة السعادة، وارزقنا برهم ورضاهم عنا يا رب العالمين.
ومن كان منهما ميتا اللهم فارحمه برحمتك، اللهم من كان منهما ميتا اللهم فارحمه برحمتك، اللهم اجعل قبورهم مفائض صلواتك ومقار هباتك وطرق إحسانك ومجاري عفوك وغفرانك. اللهم اجمعنا بآبائنا وأمهاتنا في مستقر رحمتك ودار كرامتك يا ذا الجلال والإكرام.